السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد غادي اللواء 29 ميكا العميد حميد التويتي. رئيس الوزراء يوجه بتأمين طريق العبر سيئون مأرب وصيانته فورا. الجيش الوطني بتعز يستعيد عددا من المواقع جنوب وغرب المدينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برغية عزاء ومواساة إلى أولاد وكافة أسرة آل التويتي عزاهم فيها في استشهاد غادي اللواء 29 ميكا العميد الركن حميد التويتي الذي استشهد اليوم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد التويتي التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والفداء، والتي ضرب من خلالها أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة، مشيرا لأن الشهيد كان من الضباط الأشاوس الذي وقف بكل شموخ وشجاعة أمام صلف وتمرد الجماعات الإنقلابية، ولقنهم دروسا قاسية في الدفاع عن الوطن. وأكد فخامة الرئيس أن دماء الشهداء التي سالت في مختلف الجبهات والمواقع العسكرية وهم يدافعون عن الأمن والاستقرار وأعراض وكرامة أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا، وسيسجلها التاريخ في أنصاع صفحاته المشرقة ليتعلم منها الأجيال القادمة دروسا وعبرا في التضحية والدفاع عن الوطن. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الشهيد التويتي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر اليوم برقية عزاء ومواساة في استشهاد غائد اللواء 29 ميكا العميد الركن حميد التويتي أثناء مرابطته في ميادين الشرف والبطولة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وبطولاته ومقارعته لميليشيا الانقلاب، وقال كان الشهيد نموذجا للقائد العسكري الذي رفض الاستسلام لكل الضغوط واختار الوفاء بقسمه العسكري والوقوف إلى جانب الدولة حتى بذل روحه الطاهرة رخيصة في سبيل هذا الوطن وحماية المبادئ وأهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى ما كان يتمتع به الشهيد من خصال وما يتحلى به من جندية وانضباط وحنكة عسكرية وقيادة فذة وحرص على المسؤولية ووفائه بالتزاماته نحو قيادته العسكرية ونحو أفراده ما جعله يحظى بتقدير واحترام الجميع، مؤكدا بأن دماء الشهيد التويتي ودماء زملائه من القادة العسكريين الذين نحتسبهم عند الله شهداء ستحقق انتصار اليمنيين وأمنهم واستقرارهم وبناء دولتهم التي يحلمون بها. وعبر نائب الرئيس عن أحر التعازي والمواساة لرئاسة الأركان ولمنتسب اللواء 29 والأسرة وأقارب الشهيد، سائلا الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبد الله ناصر بلعيد المرقشي وإخوانه وكافة المراقشف في وفاة الشيخ ناصر بن محمد بلعيد المرقشي بعد حياة مليئة بالأدوار الوطنية والاجتماعية. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر بلعيد المرقشي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 118 عاما قضى جله في عمل الخير وخدمة الوطن، وأعرب عن بالغ حزنه ومواساته في رحيل الفقيد قائلا لقد ودعت اليمن اليوم أحد رجالات الخير والإحسان، فقد كان الفقيد رجل بذل وعطاء حيث شهد له الجميع بكرم وسخاء أيديه البيضاء والذي كان له
الذي كان لا يتوانى عن فعل الخير وإصلاح ذات البين. وقدم رئيس الوزراء حر التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة قبيلة آل المرقشي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اطمأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على صحة المناضل عبد القوي محمد رشاد الشعبي بعد أن لزم الفراش إثر جلطة في الدماغ. وجه رئيس الوزراء على وجه السرعة بضرورة علاج عبد القوي رشاد في الخارج، مؤكدا على أن الحكومة ستظل تولي كل اهتمامها للشخصيات الوطنية التي قدمت الكثير من أجل الوطن والمواطن. يذكر أن المناضل الشعبي يعتبر شخصية وطنية تقلد العديد من المناصب، حيث يعتبر وكل وكيل أول وزارة الخارجية بعد الاستقلال ومدير عام شركة النفط وعضو مجلس النواب. أجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، أشاد خلاله بالانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش الوطني على الميليشيا الانقلابية في مأرب ونهم. كما اطلع رئيس الوزراء على المستجدات العسكرية في مديرية نهم والتقدم الميداني الذي تحرزه قوات الجيش نحو الهدف المنشود استعادة العاصمة صنعاء. وحيا رئيس الوزراء البطولات التي تقترحها قوات الجيش في ميادين البطولة والفداء في كافة جبهات القتال باذلة الدماء الزكية والأرواح الغالية في سبيل استعادة الهوية الوطنية والجمهورية المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. ووجه رئيس الوزراء في اتصاله رئيس هيئة الأركان العامة بالبدء فورا في الانتشار الأمني لوحدات من الجيش الوطني لتأمين خط الوديعة العبر سيئون مأرب، ووضع حد فوري وحازم للتقطعات والممارسات الإجرامية التي تتم بين الحين والآخر على يد عصابات إجرامية تستهدف المسافرين وعابر السبيل وزادت حدتها مؤخرا بشكل ملحوظ. وطالب رئيس الوزراء بتحمل الجيش الوطني لمسؤولياته الكاملة تجاه تأمين الطرقات العامة أمام عبور المواطنين باعتبارها من أولويات مهامه وعلى صعيد متصل. أصدر رئيس الوزراء توجيهاته لصرف مبلغ 500 مليون ريال إلى حساب وزارة الأشغال العامة والطرق والبدء الفوري بصيانة طريق الوديعة العبر سيئون مأرب بعد تواتر شكاوى المواطنين بهذا الشأن وتكرر الحوادث المرورية المؤسفة لعدد من المسافرين عبر هذا الخط نتيجة للخراب الذي يعاني منه وغياب أعمال الصيانة فيه منذ وقت طويل. وحث رئيس الوزراء المسؤولين في وزارة الإنشاءات بسرعة البدء في أعمال الترميم والصيانة وإنهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن. سلم سفير اليمن لدى هافانا محمد ناشر رسالة خطية لوزير العلاقات الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. تضمنت الرسالة العلاقة بين البلدين والتأكيد على تعزيزها وتطويرها والإشادة بالمواقف الكوبية المساندة للشرعية في اليمن. وأشار السفير إلى مستجدات الأوضاع في اليمن ومساعي الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية نوعية وحققت تقدما كبيرا في جنوب وغرب المدينة بإشراف مباشر من قيادة المحور. وذكر مصدر بأن أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 يخوضون مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتمكنوا من تحرير تبة السوداء وتبة الخلوة وتبة ما تبع باتجاه الربيعي غرب المدينة، ولا زالت المواجهات مستمرة لتحرير الصياحي وغراب وحضران باتجاه الربيعي غرب المدينة. إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا مواقع الميليشيا الانقلابية في جبهة الشغب، كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني في اللواء 17 مواقع الميليشيا في حضران وأطراف الصياحي باتجاه الربيعي غرب المدينة. نفذ الجيش الوطني عملية عسكرية شاملة في جبهات غرب وجنوب مدينة تعز أدت إلى تحرير العديد من المواقع ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد منصور الحساني إن الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع تمكنوا من تطهير تبة العسق بالقروض وتحرير سوق الصيار بمديرية الصلو جنوب المدينة وسط انهيار وتراجع للميليشيا الانقلابية. وأضاف العقيد الحساني أن الجيش الوطني حرر مواقع مهمة في تبشيعه باتجاه الربيعي غرب المدينة وقرية الحودو
قرية الشرف والصيار بمدينة الصلف جنوب المدينة، وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها العسكرية وتكبد الميليشيا الإنقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في عدد من الجبهات. لتسليط الأضواء مشاهدينا الكرام أكثر حول الانتصارات الكبيرة التي تحققت هذا اليوم في جبهات مختلفة في محافظة تعز، ينضم إلينا العقيد منصور الحساني الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني. أولا مرحبا بك سيادة العقيد، ونهنئكم من قلوبنا على هذه الانتصارات الكبيرة. مرحبا بك أخي الكريم، مساء الخير لك مشاهدينا الكرام، ومبروك نصر على اليمنيين كاملا وعلى الجيش الوطني والشرعية والتحالف. شكرا لك سيادة العقيد. هذه تعز الذي عهدناها، تعز الحالمة، وهي تعز الحاسمة بإذن الله. حقيقة هذه الانتصارات الكبيرة التي تحققت اليوم، يعني شهدنا منذ بداية رمضان انتصارات كبيرة تتحقق في محافظة تعز تحديدا، يعني بالرغم من أنه في انتصارات بكل الجبهات لكن في تعز في انتصارات كبيرة وانهيار كبير. أولا ما أهمية هذه الانتصارات التي حققتموها؟ أخي الجيش الوطني بعد تنفيذ عملية واسعة وناجحة صباح اليوم في مختلف الجبهات القتالية وبالتحديد في الاتجاه الجنوبي والغربي، بعد أن نفذ عملية عسكرية ناجحة في الاتجاه الشرقي قبل أيام واستطاع السيطرة على أهم الأهداف الاستراتيجية الهامة والسيادية مثل معسكر التشريفات والقصر الدكتوري. اليوم الجيش الوطني يواصل هذه العملية العسكرية ويواصل تحرير المواقع في مختلف الجبهات، منها جبهة الضباط وجبهة الفزحة وجبهة الصلو، حيث تم تحرير الصلو بالكامل ومنطقة الأكروب ومنطقة الشق صدر. وهذه الانتصار اليوم تمثل تقدم كبير في حسم المعركة في تعز، حيث استطاع الجيش الوطني يتقدم في اتجاه المدينة والاقتراب اليوم من مركز المدينة، وأيضا الاقتراب من خط الرئيسي الابواب بين مدينه الصديق وصدر، المدخل الرئيسي الان الذي في تعز، والجيش الوطني اليوم يقترب من هذا الخط ويقترب باتجاه مدينه الصديق، وايضا الاهميه وفي اتجاه الضباط والاقتراب من خط الربيعي الخط الرئيسي في الاتجاه الغربي الذي سيشحن قطع الامدادات الكويتيه من اتجاه المفاق، وسيشحن عمليه امتحان جبهه البخامه على جبهه الغربيه في تعز. وهذه الانتصارات اليوم في هذا الشهر الكريم هي تقرب من عمليه تحرير محافظه تعز وحسم الحسم العسكري. طيب سياده العقيد، سياده العقيد، هذه الانتصارات حقيقه كثيرا من الناس يعني مبتهلين وفرحانين بهذه الانتصارات، تعتبر مفاجاه حقيقه. وانا هنا اريد ان اسالك، هل من ترتيبات معينة؟ هل هناك جد جديد بالموضوع؟ ما الذي حدث في مقاومة تعز من أجل أن تنقض هذه الانقضاضة؟ ما الظروف التي تغيرت؟ يعني انهيار كبير نشاهد في الميليشيا الانقلابية مع تفوق كبير، هل أتاكم دعم معين؟ هل توحدت فئات المقاومة؟ ما هي طريقة العمل الجديدة الذي من خلالها تمكنتم لكسر الانقلابيين وبهذه السرعة؟ أخي الكريم، نحن معرفتنا ما في تعز هي معركة مستمرة، وهي معركة يعني تتحول من استراتيجية دفاعية إلى هجومية، وكان الجديد هنا أن الجيش الوطني رتب أموره ووصلت أيضا إمكانياته، ووصل دعم خاص بالعملية هجومية، لأن الإمكانيات للهجوم تختلف عن إمكانيات العملية الدفاعية. وأيضا استخدم الجيش الوطني عنصر المبادرة والمبادئة والمفاجأة الذي يعني يخدم العملية العسكرية والمعركة العسكرية، حيث يبادر العدو من حيث لا يعلم. عنصر المبادئة والإمكانيات كان لها هذا التأثير وهذا التحول المفاجئ والتقدم على الأرض. وأيضا يتحول الجيش الوطني يوما عن يوم الجيش جيش نظامي له خطط وله غرف عمليات وله قيادة عسكرية موحدة ومشتركة، وفي قيادة محور تجمع الكل وتشرف على المعركه الكريم. ممتاز جدا، يعني لب القول كان في الجزء الاخير من كلمتك، قياده عسكريه موحده ومشتركه، وهذا ربما الذي كنت انا ابحث عنه من خلال سؤالي. السؤال الاخير لك يا سياده العقيد، كيف هي المعنويات لدى ابناء تعز وما هو هدفكم القادم؟ نحن معنوياتنا في تعز مرتفعه باستمرار ولم تنخفض في يوم ما،
الروح القتاليه تزداد شراسه يوما عن يوم، ولكن بهذه الانتصارات الجيش الوطني ترتفع معنوياته ويتناسق ويزداد روح قتاليه وحماس واندفاع في اتجاه تحقيق ما تبقى من التحرير. وعامل النصر دائما عامل يرفع المعنويات ويحد الرؤى ويرفع الروح القتاليه عند القاتلين. نحن عازمون على استكمال ما تبقى من تحرير مدينه تعز، ونحن مصرين على هزيمه الانقلاب وسقوط الدوله والشرعيه واستعاده الوطن من هذه الميليشيات الانقلابيه لا محاله وباي ثمن وباي وقت ان شاء الله. شكرا لك العقيد منصور الحساني الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معي من مدينة تعز. تمكن الجيش الوطني من السيطرة على جبل الصافح بمديرية نهم شرقي صنعاء، وذكرت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني حرر جبل الصافح بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا الانقلابية استمرت 3 أيام تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني حررت عددا من تباب جبل الكحل الاستراتيجي من قبضة الميليشيا الانقلابية، وأن عملية تمشيط يقوم بها الجيش للجبل لتطهيره من عناصر الميليشيا الانقلابية. بموازاة ذلك تشتد وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في مناطق المدفون والحول وبران وبني فرج وجبل يام في المديرية ذاتها. في ذات السياق شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت خلالها مواقع الميليشيا الانقلابية بجبل النهدين وعطان بالعاصمة صنعاء، كما استهدفت الغارات معسكر يحيص بأرحب ومعسكر ضبوة بمديرية سنحان. قتل 20 من ميليشيا الحوثي وصالح برصاص الجيش الوطني في محافظة صعدة، وأكدت مصادر محلية أن 20 حوثيا لقوا مصرعهم برصاص الجيش خلال مواجهات في جبهة باقم. وكانت قوات الجيش الوطني قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الميليشيا في قطاع حبش وتأر صلة، وتتقدم قوات الجيش الوطني في ظل انهيار كبير في أوساط الميليشيا الانقلابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول وباء الكوليرا في اليمن إلى ذروة الانتشار مع وجود 102 ألف حالة إصابة و791 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الوباء يصيب أكثر الفئات اليمنية ضعفا، حيث بلغت نسبة الأطفال بين المصابين 46% ونسبة المسنين 33%. وقالت إنه في الوقت الذي انتشر المرض في 19 محافظة يمنية، إلا أن أكثر المناطق تضررا هي إب ودمار وحجة والمحويت، وأن السيطرة على الوباء في هذه النقاط الساخنة التي ينتقل منها المرض إلى بقية البلاد سيؤدي إلى إبطاء انتشار المرض وإنقاذ الأرواح. وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف أن الإمكانيات الحالية في اليمن لا تكفي لمكافحة انتشار وباء الكوليرا بسبب توقف أكثر من نصف المنشآت الطبية اليمنية عن العمل وعدم وصول أكثر من 14 مليون و500 ألف نسمة للمياه النظيفة الصالحة للشرب والصرف الصحي، وعدم تلقي موظفو الرعاية الصحية رواتبهم منذ 8 أشهر. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد نفذ العديد من المشروعات لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، حيث وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مايو الماضي مشروعا مع منظمة الصحة العالمية بأكثر من 8,224,000 دولار يخدم جميع محافظات اليمن. كما سير قافلة برية تحتوي 550 طنا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 1,200,000 دولار لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا. دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي توزيع السلة الغذائية لأسر شهداء المقاومة في المديرية، والذي تنفذه مؤسسة سواعد الشباب لتنمية المجتمع بدعم من جمعية الفردوس الخيرية. وفي التدشين أشار اليزيدي إلى أهمية توزيع السلة الغذائية في التخفيف من معاناة أسر الشهداء وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والتي تعد أقل ما يمكن تقديمه أمام تضحياتهم الكبيرة ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في سبيل الدفاع عن الدين والعرض والأرض وكرامة الإنسان. عودة للتذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد غادي اللواء 29 ميكال عميد الركن حميد التويتي.
رئيس الوزراء يوجه بتأمين طريق العبر سيئون مأرب وصيانته فورا. الجيش الوطني بتعز يستعيد عددا من المواقع جنوب وغرب المدينة. مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في نشرات قادمة، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.